رئيس لجنة المسابقات. طبعا احنا ما عندناش خلفية عنه في إدارة المسابقات، لأن السي في بتاعه في النقطة دي مش واضح بالنسبة لنا. سهل جدا كنا نتناول الموضوع من فكرة ان احنا جينا شخصية زملكاوية، قلنا احنا هنعمل عكس كل الناس، احنا مش بنتناول ان هو زملكاوي ان كان هو فعلا زملكاوي، ودي مش حاجة تعيبه ابدا، ولكن احنا هنتناول من فكرة ان في شخصية احنا بنقول ان هي فعلا اهلاويه، محمد فضل بيزكي حسام زناتي وبيسمن دوره في لجنه تنظيم كاس الامم الافريقيه وبيشيد بيه، وبالعكس وبيقول ان هو كان دراعه الايمن، وقال انتظروه وانا براهن عليه وادعموه. عشان كده احنا مش بنهاجمه، بالعكس احنا بندعمه، ولكن هنرصد هل محمد فضل كان تزكيته في محلها ولا لا. ده بقى اللي هيحكم عليه طبعا الاداء للاستاذ. لكن الحقيقه انت كنت مستني حاجه تانية بالظبط. ما انا عايز اقول لك بقى، هو كده هو مصري صح؟ اتاكد ان هو مصري. مصري. طب يا جماعه، رئيس لجنه المسابقات طلع شخصيه مصريه، على عكس ما كان بيتم تداوله ان الاستاذ عمرو الجناني هيجيب حد من الدوري الانجليزي او حد من الدول الاجنبيه يجي يكون هو رئيس لجنه المسابقات. تعال نسمع الفيديو ده ونرجع تاني. هل نحن ذاهبون الى لجنة مسابقات تديرها شركة مصرية أو أجنبية، لجنة حكام يديرها حكم أوروبي أو الأقرب لجنة حكام محترفة يديرها حكم دولي أوروبي، والأقرب رئيس رابط الدوري أوروبي فعلا محترف هيجي يدير الدوري المصري على غرار التجربة السعودية، وأخيرا تقنية الفار ستطبق من الدور الثاني. ليه الاستاذ عبد الشافي صادق كان يعني عنده رؤيه ان اللي جاي اجنبي وهيدير لجنه المسابقات، لكن الحقيقه كان الاستاذ صبحي عبد السلام كان اقل منه حذرا وقال هيجي مشرف. تعال نسمع الفيديو ونرجع تاني. لكن دلوقتي من حق اللجنه ترجع تاني تفك كل لجان وتعيد تشكيلها من اول وجديد، وده اللي هيحصل. طب تشكيلها ازاي؟ بعناصر مصريه ولا كما يقال في السوشيال ميديا ان من الممكن تجارب بقى مختلفه اجنبيه تاتي لتدير الكره، وهذا ليس عيبا زي ما بجيب مدير فني اجنبي للمنتخب وللأندية، ما يعيب أن تأتي برئيس لجنة مسابقات أجنبي تاني حكم أجنبي؟ إيه المشكلة؟ المرة فاتت قلت لك اللجان حتى ما يتقالش عليه أهلاوي وزملكاوي. طبعا زي ما قلت لك اللجان هتحل، في مشرفين بالفعل من دوريات أوروبية هيجوا يشرفوا على المسابقات وعلى لجنة الحكام. أكيد مع عناصر مصرية. مع عناصر، لا ما هو اللجنة كلها هتبقى مصريين، هو مشرف واحد فقط. حد يجي يعلمك تعمل جدول إزاي؟ حد يعلمك تشغل الحكام إزاي؟ شفت كان اكثر حرصا وقال لا مشرف هيجي، فانت مضطر بقى ان انت تنتظر هل بعد تعيين رئيس لجنه مسابقات المصري هيجي مشرف ولا هيجي ايش فارس. مش يمكن عشان شارك في تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه كده يعتبر اجنبي كده هيبقى افريقي؟ هيبقى افريقي. احنا يا جماعه بس بنستعرض، لان في ناس بتستبق الاحداث، ومجرد ان في حد بيتم تعيينه كزملكاوي بنبدا على طول نفترض ان العدل جاي وان التطور جاي وان القصه كلها. مش معنى كده انه لو مصري مش هيبقى عادل. بالظبط بالظبط بالظبط. لكن احنا بس حبينا نقول لهم خلي بالكم من كلامكم، خاصة وانتم بتتكلموا عن المستقبل. وبكده نكون وصلنا لآخر فقرتنا النهاردة، نطلع فاصل ونرجع مع بعض.